تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن بفقرة توافق الأبراج، واليوم حنحكي عن القوس يلي طالعوا حمل أو القمر عنده بالحمل لما خلق. عزيز القوس وطالعك حمل أو حتى إذا كان قمرك حمل رح تعرف كيف تحط النقاط على الحروف بالنسبة لخلاف عاطفي أو مشكلة سابقة عاطفية أو مشكلة عاطفية سابقة، وكمان كأنه الأوضاع العاطفية عندك ما زالت غير مستقرة، بالإضافة كمان لانشغالات بتحسين وتغيير مجال عملك أو حتى بتحسين وضعك المالي والمردود المالي. بكل الأحوال لمواليد القوس وطالعهم حمل أو القمر عندهم من الحمل رح يكونوا على سفر بالفترة المقبلة. ضلكم بألف خير وباي باي.